HMS FM بودكاست. في استوديو HMS FM بعد الشيراتون جيت زعما تكون فما فضيحة أخرى اسمها قطر جيت. اي نعم هكا يقول على الأقل يوسف الوسلاتي مدير تحرير جريدة الشعب اللي نشرت اليوم مقال خاص يتحدث على صندوق أسود جديد في الخارجية كانت تتصرف فيه الحكومة السابقة كما يقول المقال وسفارة قطر والمستفيدين منه مجموعة من الجمعيات. ناخذ تفاصيل الحكاية مع يوسف الوسلاتي مدير تحرير جريدة الشعب. مرحبا بك يوسف. شكرا حمزة. مرحبا. شنو الحكاية سيدي؟ أول نساء رئيس تحرير جريدة الشعب. مرحبا يعني. رئيس تحرير هاي لأنه وقتها ناخذ بقعة سيسمي طاري وتولي مشكلة تولي مشكلة رئيس تحرير الشعب. المقال هو التالي أنه هذه فضيحة جديدة في التلاعب بالمال العام. هناك هيبة بروتوكول أو اتفاق هيبة أمضته الحكومة حكومة الترويكا مع قطر. الاتفاق نتاع الهيبة هذا قيمتها تقريبا 75 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 120 مليار تونسية. من المفروض وأن هذه الأموال بطبيعة الحال تذهب إلى خزينة الدولة من أجل أن تتصرف فيها في مختلف المشاريع كما هو جاري به العمل في الديمقراطيات بصورة عامة وفي البلدان اللي تحترم الدولة وليس في الجمهورية الموزية. اللي صار هو أن هذه الأموال رغم أن أمضت عليها الحكومة تم وضعها على ذمة جمعيات غير مذكورة بالاسم، ولكن أنا في إطار التدرج في نقاشنا سنذكر هذه الجمعيات من ما هي من هي لأنها سبق لها وأن استفادت به بيت قطرية أخرى. ولكن الخطير في العملية هو أن هذه أموال دولة من جهة لأنها أمضت عليها الحكومة كما قلت، ومن جهة ثانية يتم تحويل وجهتها بغايات خدمة جمعيات معينة اللي هي تدور في فلك أحزاب بعينها. ولو كان نشوفوا الأنشطة متاعها ولو كان نشوفوا كذلك حجم الأموال المرصودة لهذه الجمعيات واللي تتصرف فيها واللي هي أقوى بكثير، سنكتشف أن أقوى بكثير حتى من التضامن الاجتماعي اللي هو عند الدولة وأقوى من عديد الهيكل الاجتماعية الرسمية، كل ذلك بغاية معناها الانتشار وكسب الانتخابات. وهنا المصيبة الكبيرة الأكيد أنه في البلاد هذه ما زال الكثير من الشرفاء، الأموال هذه لم تصرف، هي مجمدة إلى الآن في وزارة الخارجية نظرا لرفض المديرين الإمضاء على هذا الفساد المالي. المصيبة هو أنه ما فماش حتى تدقيق. أنا نسأل في نفسي يعني من المفروض أن النيابة العمومية تتحرك في مثل هذه الأمور وأن الحكومة برمتها تتحرك في مثل هذه الأمور وقت اللي تم تحويل وجهة أموال وقتها. على أنا فترة قاعدين نحكي وقتاش تم تحويل الهبة هذه من قطر لتونس؟ الهبة هذه في عهد الترويكا فانا حكومة فانا وزير خارجية في حكومة علي العريض رصدت معنا هذه الأموال وبقى التأشير عليها ساعة. أول حاجة الحكومة وقت اللي أمضت عليها لا لأخذت تأشير في عهد الجرندي في ربما في عهده هو لكن من المؤكد في عهده هو ربما من المؤكد في عهده هو لأنه تعلق بحكومة ترك. فلا تم تأشير عليها من قبل وزارة المالية ولا من قبل وزارة الخارجية. وجات على أساس هيبة متاع شنو؟ هيبة لتمويل مشاريع متاع تشغيل ولتمويل مشاريع اجتماعية وما إلى ذلك. هذا العنوان الكبير متاعها. ولكن بما أنها هيبة وأمضت عليها الحكومة يفترض أن توضع على ذمة الدولة مش تاخذها جمعية. ربما خليني نقول أنا يوسف الوسلاتي ربما الوفاق صار بين قطر وبين السلطات التونسية وقتا والهيبة تتعطى لوزارة الخارجية تحديدا. لا شوف فما تمشي معروف فما نوميس متاع دولة أي مليم يدخل باسم الدولة التونسية يوضع هي قضية المشكلة متاع سي وزير الخارجية الأسبق سي رفيق عبد السلام وقت اللي حط المليار في كونت خاص بهو. وين الإشكالية صارت؟ هو أنه كان من المفروض أنه المليار هذاك يتحط في خزينة الدولة وفيما بعد تتصرف فيه الدولة. أما أنه يجي وزير يحط صندوق أسود باش يتصرف فيه هو. اللي صار الآن هو أنه هذايا صندوق تحويل أموال الدولة إلى صندوق أسود من أجل أن تتصرف فيه مجموعة من الأحزاب بمعرفتها هي بالتشارك مع سفارة قطر اللي هي وهبت هذه الحكومة هذه أعطت هذه الهيبة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية احنا شفنا معناها راو ثم كلام تقال قبل ذلك وهذا الخطير. ثم كلام
قالوا سي العبدولي، ثم كلام قالوا حمل همامي أيضا، ثم كلام قالوا عديد السياسيين وشخصية وطنية حول هذه الأموال الفاسدة، وإلى حد الآن ما تحرك حتى واحد من أجل معناها إيقاف هالنزيف. قاعدين نحكيوا على 120 مليار في صندوق أسود كما تقول يوسف الوسلاتي، وتحكي على أنها من السفارة القطرية جات تحديدا، سفارة قطر في تونس تحطت في الكونت هذا اللي تابع لوزارة الخارجية في عهد الترويكا. ولشكون كانت موجهة الأموال؟ موجهة لعديد الجمعيات. وقت اللي احنا في المقال المصاحب اليوم في جريدة الشعب ذكرنا فما ثلاث جمعيات كبيرة اللي هي اليوم تستأثر بهذه الهيبات. اللي هي ثم أولا الجمعية اللي ترأسها شقيق عماد الدين، أظن اسمها مش هذه جمعية قطر الخيرية لا الخيرية التونسية هذيك الجهة اللي ربما تمر عن طريقها هي الأموال هي الخير القطري يرأسها الدايم يعني. أي شقيق عماد الدايم وهي جمعية الخيرية التونسية. هناك أيضا الجمعية متاع نجيب القروي كذلك اللي حصلت عليها عديد الهبات تونس الخيرية، وثم أيضا جمعية المرحمة وهي كذلك ويرأسها عضو مجلس الشورى لحركة النهضة وهو قيادي سابق ومحاكم في عهد بن علي بالانتماء لحركة النهضة. مختلف هذه الجمعيات تتلقى في أموال طائلة، لو ندخل حتى إلى المواقع الاجتماعية والبوابات الافتراضية في الفضاء الافتراضي متاع هذه الجمعيات سنجد أولا حجم الأموال الكبيرة اللي تتصرف فيها، يعني أنها تمنح مساكن، أنها تمنح ماشية للفلاحين. هما جمعية خيرية، شو تحبها تعمل؟ جمعية خيرية. الأموال هذه من أين جاءت هذه الأموال؟ من أين جاءت هذه الأموال؟ احنا به ياسر أن الجمعية تقوم، ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار الشفافية الكاملة. وقت اللي أنت تاخذ هيبة من دولة خارجية، لماذا تعطيها لتلك الجمعية بعينها؟ والتوظيف السياسي متاعها يا حمزة هو بدأ من خلال نذكر لك العنس. أولا الخيرية التونسية هذه اللي باستمرار يشرفوا على بعض الأنشطة متاعها ويقوموا بتكريم أعضائها وفرق العمل متاعها، سواء كان سهام بادي الوزيرة السابقة وزيرة المرأة السابقة، أو كذلك السيد رئيس الجمهورية الذي أشرف في عدة مناسبات وفي بعض المناسبات على نشاط هذه الجمعية. كذلك حضور السيد حمد الجبالي مع جمعية حينما كان وزير أول رئيس حكومة مع السيد نجيب القروي في جمعيته، جمعية التعاون والتواصل الاجتماعي اسمها. نعم. السيد نور الدين الخادمي كان رئيسا لإحدى الجمعيات اللي ناشطة والتي لديها معناها مدارس كثيرة تحتها، هي تنشط في إطارها هي مدارس دينية وما إلى ذلك. هناك توظيف سياسي كبير لهذه الجمعيات. لكنك أنت قلت أنه الأموال هذه مجمد، كيفاش منشيرة مجمدة ومنشيرة تمتعت بها الجمعيات هذه؟ لا، هذه 75 مليار هم 120 مليار هم المجمدين، لأن وزارة الخارجية والمديرين في وزارة الخارجية معناها الآن بعد ما تنحى الضغط السياسي اللي أصبح اللي كان مسلط على المديرين، وربما في ظروف أخرى، وهنا لابد من طرح التساؤل الكبير، هل هناك أموال أخرى تم تجميدها أو أنها صرفت معناها بهذه الطريقة اللي فيها شبهة الفساد المالي؟ الآن على مستوى وزارة الخارجية تم تجميد هذه الأموال، كذلك وزارة المالية رفضت صرفها، وبالتالي الأموال هنا مجمدة، الآن هي مجمدة. ولكن هذا الأسلوب الذي ابتدعته الترويكا في إدخال المال الفاسد إلى البلاد وتوظيفه في الانتخابات هو الأمر الخطير، وهو مال عام مختار. يوسف شوف، هو اللي بالنسبة اللي تبدو اليوم فعلا حاجة خطيرة، المفروض أنه قضائين يتم البحث والتحقيق في الموضوع ويعني معالجته. صارت انه برشا جمعيات، وهي معروفه عندنا مده ويوسف كتبنا عليها وحكينا فيها، وهي انه صارت واجهات يعني للاحزاب لبعض الاحزاب، كما ايضا الدور القطري اللي تعرف القروض القطريه لتونس الفوائض نتاعها اعلى بكثير من الفوائض القروض اليابانيه وغيرها. نعم. معناها ولكن دوله قطر الشقيقه يوسف تحظى بحب كبير من برشا توانسه، حتى انه اي نقد لي هل عمل على تفكيك الدولة اللي تقوم به أحيانا بعض الجمعيات في علاقة بقطر
يلقى الرفض والإنكار من برشة توانسة يحبوا قطر أكثر من تونس أحيانا استغربوا فيها، رغم أنه الدور القطري اللي حكيت انت عليها توا في فضيحة قطر جيت إن شاء الله تحقيقي يبين الموضوع هذا. 120 مليار يا يوسف هذه تنضاف للهيبة الصينية اللي توا حتى القضائيا ما زالت الأمور في كيف يقول حمزة تروح مكانها، يعني قضية الهيبة الصينية وهذه توا هي الهيبة القطرية وما زلنا نستناو القضاء باش يقول. هي جوستوما في موضوع القضاء يوسف سلاتي، هل بما أنه قلت أنه مجموعة من المديرين هم اللي رفضوا عملية الصرف وموضوع الصندوق الأسود هذا، هل تقدموا هم مثلا للقضاء ولا يستنوا في النيابة العمومية؟ لا هم ما تقدموش للقضاء لأنه أنا ما نعتقدش أنه لديهم صفة للقيام بهذا الأمر، ولكن من الواضح أنه معناها المديرين هذوما رفضوا الإمضاء وهذا مهم جدا، وكذلك وحتى وزارة المالية ومشكورين أيضا في وزارة المالية لأنه طالبوا بمزيد من الشفافية، لأن هذه الأموال من المفروض أن تصرف للدولة التونسية. وأنا اعتقادي أنا لدي حتى بعض ربما التسريبات في هذا المجال، وأنه حتى السيد مهدي جمعة على بينة من وصول أموال معناها مجمدة الآن في وزارة الخارجية موجهة إلى جهات معينة وليست موجهة للدولة التونسية. وما هي باش تدخل في كاسة الدولة، باش تدخل في الى جمعيات الى احزاب نعم، وباش تكون كما صندوق اسود يعني يحبوا يأشروا عليه وزارة الخارجية يحطها تجي سفارة قطر تعيط للجمعيات تفضل هيك خذ الى اخره، وتحضر بطبيعة الحال الانتخابات وبدون شفافية. راهو الخطير يا حمزة معناه اضافة الى هذه الخروقات القانونية واللي تمس من هيبة الدولة وتربك عمل الحكومة والدولة ايضا، اضافة معناها بالاضافة الى ذلك وأنه الآن في وقت اللي الجهات فيه تعاني والشباب يعاني معناها نجيبوا احنا أموال تصرف بطريقة مشبوهة، معناها أنه الناس اللي شدت الحكم استغنات هي واستغنات جماعاتها. وقت اللي أنا قلت لك ذكرت لك قبيلة العبدولي تحدث على 30 مليون دولار أيضا دخلت ومشيت في شكل مساعدات عفوا مشيت في شكل تعويضات لأعضاء معناها من الترويكا، شت تعويضات 30 مليون دولار والرجل قال لك هذوما يسموهم ضحايا الاستبداد. هذا الكلام تقال، هذا الكلام تقال، ولكن ما تفتحش في تحقيق الى الان. انا نستغرب معناها كيفاش الدوله عندها اموالها وما تعملش مدقق حولها من اجل التثبت في مآل هذه الاموال. وهالسؤال مطروح وموجه واليوم واضحه العمليه اللي كتبتوها في اللي كتبتها في جريده الشعب يوسف الوسلاتي للموضوع بقيه مؤكد نشوفوا التفاعل بشي يصير معاه. شكرا لك يوسف الوسلاتي رئيس تحرير جريدة الشعب على حضورك معنا اليوم في استوديو شمس. شكرا لك مختار الخلفاوي. شمس FM بودكاست.